رحم الله الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونتوجه طبعا بخالص العزاء للاسره الكريمه وللشعب المصري والعربي في وفاه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك والحقيقه كان في ردود افعال كثيره ومتعدده على المستوى العربي هنتابعها مع حضراتكم لكن ما زلنا على المستوى الداخلي وبيان كمان ونعي من قبل مجلس النواب المصري وعلى لسان دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قال انه مجلس النواب ينعى طبعا رئيس الجمهوريه الاسبق لما قدمه الوطني ك احد قاده حرب اكتوبر المجيده ومجلس النواب يتقدم بخالص المواساه والعزاء لاسره الراحل وندعو الله ان يتغمده برحمته